أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في هذه السلسلة الغذائية اللي دائما تكلموا فيها عن فوائد عفوا الخضار والفواكه. اليوم إن شاء الله هنحاولوا نتكلموا على الفوائد ديال الفواكه المجففة، ديك الفواكه اللي كتكون ميبسة. يعني هذه الفواكه المجففة هي اللي كتتم الإزالة ديال معظم والأكثر المحتوى المائي اللي كيكون فيها باستخدام عدة طرق للتجفيف، وهي معروفة الشيء اللي كيؤدي الانكماش ديالها وصغر الحجم ديالها، ولكن كتبقى ارتفاع ديال المحتوى ديال السكريات اللي كتكون عفوا السعرات الحرارية اللي كتكون موجودة فيها. واللي معروف هو الزبيب صراحة، اللي هو اكثر شيء يعني كيعرفوه الناس اكثر، ولكن كاين التمر وكاين البرقوق وكاين التين والمشمش والعديد من الفواكه المجففة. وكتوجد واحد الانواع اخرى من الفواكه المجففة اللي كتعتبر صراحة اقل استهلاكا وانتشارا، وكتكون في بعض الاحيان مغلفة بالسكر كالمانجا مثلا، الاناناس، الموز، التفاح. ولكن كتميز الفواكه المجففة بامكانية الحفاظ عليها لواحد فترة طويلة على عكس الفواكه الطازجة. كما يمكن الانسان يتناولها مثلا كوجبه تكون خفيفه، خاصه في الرحلات اللي كتكون طويله وما كتكونش موفره لنا وسائل التبريد، الثلاجه وما شابه ذلك، باش تحافظ على ديك الفواكه تكون تبقى طازجه. اذا فهي هاد الفواكه المجففه مفيده جدا للجسم الانسان صراحه، لانك كتحتوي عفوا ديك جميع انواع الفواكه المجففه على واحد النسبه اللي كتكون منخفضه من الصوديوم، وكتكون عندها كذلك واحد النسبه جيده من عنصر البوتاسيوم والالياف. يوجد السكر في الفواكه المجففه بواحد الشكل تقليدي صراحه، على شكل جليكوز، ولا كيكون مفيد لجسم الانسان. وما كتحتويش هذه الفواكه المجففه بشكل طبيعي على السكريات المضافه التي يمكن ان تسبب واحد المجموعه ولا واحد المشاكل صحيه للانسان، لان الفواكه المجففه كتعتبر مصدر غني بالالياف الغير قابله للذوبان الضروريه لتحفيز الحركه الهضميه، وكتنظم وكتسرع مرور الطعام خلال الامعاء. لان يعني هذه الفواكه المجففه فيها العديد والعديد من الفيتامينات اللي كيكون محتاجها اصلا الانسان، وخاصه خلال شهر رمضان الكريم الانسان كيكون في الصيام وكيكون الجسم ديالو محتاج اكثر للطاقه. اذا كل ما تناولنا هذه الفواكه المجففه بجميع المختلفه الانواع ديالها فهي تفيد الجسم اكثر، وكتعطيه واحد الحيويه وواحد النشاط، وكتساعده كذلك على النمو، لانها فواكه مجففه فقط، وكتبقى ديك القيمه الغذائيه موجوده فيها. نتمنى ونكونوا فدناكم ولو القليل في هذا الفيديو ان شاء الله، ونتلاقاو بكم في فيديو اخر ومعلومه اخرى بحول الله تعالى وبركاته. رمضان كريم على جميع الامه الاسلاميه والعربيه. الى اللقاء.